2 بتنزل تحت ال 3، 3 بتنزل تحت ال 5، و 3 بتنزل تحت ال 2 تحت بعض. نمحي هذا الحكي ونكمل على الدرس. يلا نجمع 253 بلس 332. ببدأ رقم من اليمين، 3 بلس 2 5 بلس 3 8 2 بلس 3 5، فبطلع الجواب كامل 585. اوكي، هلا ناخذ مثال ثاني، 477 بلس 11. طيب انا عندي الرقم الاول 3 خانات اللي هي 11 و100، صح؟ الرقم اللي تحته بس عندي 11 اللي هي نمبر 11 1 1، كيف بدي انزلها تحتها؟ عادي، بحط ال1 تحت ال7 وال1 الثانية تحت ال7، بضل عندي فراغ. هذا الفراغ معناه زيرو، الزيرو على الشمال ما بيأثر على الرقم، هذا بتعرفوه صح؟ معناته سواء فراغ أو زيرو هي نفس الشيء، يعني إذا ما لقيت رقم هون هذا معناه إنه زيرو، فإحنا بنتعود إنه ما نلاقي رقم تحته. هيك يكون 7 بلس 1 8، 7 بلس 1 8، 4 بلس 0 4. الجواب كامل بيطلع 488. اوكي، اتفقنا اذا في فراغ معناته هاد زيرو على الشمال. ناخذ مثال ثالث، عندي 612 بلس 202. بجمع بصفت بحطهم الرقمين تحت بعض، بصير اجمع خانه خانه، 2 بلس 2 4، 1 بلس 0 1، 6 بلس 2 8. الجواب كامل بيطلع 814. نيجي هون 431 بلس 20 او 20، عندي فراغ. ليش؟ لانه خانة المئات مش موجودة بهذا الرقم، فهي 0 على الشمال. اوكي، وبجمع طبيعي، ما بصير اكتب هيك 0، بحط بدلها فراغ، فبتصير 1 بلس 0 1، 3 بلس 2 5، 4 بلس 0 4. الجواب كامل او the answer is 451. بنضل نحل امثله عمل ما تاخذوا عليها وتصيروا تجمعوا لحالكم. عندي 3000، هلا لينا ال 1000، فتنا على خانة الالاف. 3554 بلس 304. لو كان عندك مليون رقم تمسكه بتصير تنزل الرقم اللي بدك تجمع له اياه تحته بالضبط، كل خانة تحت الخانة اللي بتناسبها. خانة الاحاد بنزل تحتها خانة احاد، عشرات تحتها عشرات، مئات تحتها مئات، بوصل عندي 1000. ما عندي 1000 بحط بدلها فراغ يعني زيرو، فببدأ 4 بلس 4 قد ايه؟ 8. 5 بلس 0 5 بلس 3 8، 3 بلس 0 قد ايه؟ 3. بطلع الجواب 3858. عندنا هذا المثال 7170 بلس 2319. ببلش اجمع خانه خانه، 0 بلس 9 7 بلس 1 8 1 بلس 3 4 7 بلس 2 equal 9. بطلع الجواب 9489. نيجي على آخر مثال، عندي 2355 بلس 211. فلما بدي أجمع ببدأ خانة خانة من اليمين طبعا، 5 بلس 1
6, 5 plus 1, 6, 3 plus 2, 5, 2 plus, اللي هو فراغ يعني 0, 2 plus 0, 2. The answer is 2566. هذا هو درسنا اليوم، جدا بسيط. انتوا اكيد بالرياضيات بالعربي بتعرفوا تجمعوا، بالانجليزي ما بتفرق، بتحطوا الرقم تحت يعني الرقمين تحت بعض بتصيروا تجمعوا خانه خانه، و يعني الاحاد مع الاحاد، مئات بالعشرات مع العشرات، والمئات مع المئات. طبعا بس اللي بتفرق اشاره البلس راح تكون على الشمال مش على اليمين، والارقام اكيد بالانجلش. ف that's it for today. See you next time. Thank you.